كاملين. حنايا جينا هنايا اليوم على اساس واحد القضيه الهدف ديالها هي المصلحه الفضله للطفل. نحن امام دعوه تهديف الى اسقاط ولايه الاب. الهدف ديالنا هو المصلحه الفضله للطفل، مصلحته من اجل التمدرس ديالو وكذا من اجل التكوين ديالو الرياضي والاكاديمي، ولهذا نحن سنقوم وسنبذل كل ما في جهدنا ان شاء الله قصد تحقيق العداله. وشكرا.